بسم الله الرحمن الرحيم. تلاميذي الأعزاء، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بأفضل الأحوال. يتجدد لقاؤنا اليوم لمتابعة سلسلة الدروس عن بعد، وهذه المرة مع درس جديد عنوانه قراءة الساعة دون دقائق. الهدف التعلمي لهذا الدرس أن يقرأ الساعة التامة بدون دقائق. نبدأ بالحساب الذهني. أعد تنازليا انطلاقا من عدد معروض على البطاقة. لدينا العدد 10. ما هو العدد الذي يوجد قبل العدد 10؟ الجواب هو 9. جيد. سوف نطرح نفس السؤال على العدد 9. ما هو العدد الذي يوجد قبل 9؟ نعم، إنه 8. ممتاز. ثم نتمم العد تنازليا. 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1، 0. أحسنتم. لنبدأ بالوضعية المقترحة لهذا اليوم. ماذا تلاحظون يا صغاري هنا؟ هذه ساعة. أحسنتم. إذن نستخدم الساعة لتحديد الوقت. من ماذا تتكون هذه الساعة؟ نعم، تتكون الساعة من أرقام، وهذه الأرقام تبتدئ من العدد 1 إلى العدد 12. جيد. وماذا يوجد داخلها؟ لاحظ هنا، يوجد سهمان، وهذه الأسهم تسمى بالعقارب. هل هذه العقارب لها نفس الطول؟ بالطبع لا. لدينا عقرب صغير وعقرب كبير. إذن العقرب الصغير يشير إلى الساعات، والعقرب الكبير يشير إلى الدقائق، وهذه العقارب تدور من اليمين إلى اليسار، وهذه الساعة تسمى ساعة ذات عقارب. هيا بنا لنتعرف على نوع آخر من الساعات. من ماذا تتكون هذه الساعة؟ نعم، تتكون هذه الساعة من أرقام، تسمى بالساعة الرقمية لأنها تتكون من أرقام فقط. وهذه الساعة تتكون من جزئين. الجزء الأيسر يشير إلى الساعات، والجزء الأيمن يشير إلى الدقائق. هيا بنا لنتعرف على بعض الأنشطة التي يقوم بها سليم خلال اليوم. في أي ساعة وصل سليم إلى المدرسة؟ لاحظوا العقرب الصغير يشير إلى أي عدد؟ يشير إلى العدد 8. نكتب في الساعة الرقمية في الجانب الأيسر 8. والعقرب الكبير يشير إلى العدد 12. نكتب في الجانب الأيمن الذي يمثل لنا الدقائق 0. إذن وصل سليم إلى المدرسة في الساعة 8 تماما. وفي هذه السنة ندرس الساعة التامة، يعني دائما عقرب الدقائق يشير إلى 12. في أي ساعة عاد سليم إلى البيت؟ دائما نلاحظ اتجاه العقرب الصغير. قلنا بأن العقرب الصغير يشير إلى الساعات، والعقرب الكبير يشير إلى الدقائق. إذن العقرب الصغير هنا يشير إلى العدد 11. نقول الساعة 11 تماما. نكتب على الساعة الرقمية 11 في الساعات، ونكتب 0 في الدقائق. إذن عاد سليم إلى البيت في الساعة
الحادية عشر تماماً. في أي ساعة يتناول سليم غداءه؟ لاحظ الساعات عقارب. يشير العقرب الصغير إلى العدد 2، نقول الساعة 2 تماماً. نكتب على الساعة الرقمية في الجانب الأيسر 2، لأنه يشير إلى الساعات. وفي الجانب الأيمن نكتب 0، لأنه يشير إلى الدقائق. إذن تناول سليم الغداء في الساعة 2 تماماً. في أي ساعة ينجز سليم واجبه المنزلي؟ لاحظوا العقرب الصغير يشير إلى الساعة 6 تماماً. نكتب على الساعة الرقمية في الجانب الأيسر 6، وفي الجانب الأيمن 0. إذن ينجز سليم واجبه المنزلي في الساعة 6 تماماً. لاحظوا معي هذا التمرين. أرسم العقارب وأكتب التوقيت. ما نوع هذه الساعة؟ نعم، هذه ساعة ذات عقارب. أحسنتم. وهذه الساعة ما نوعها؟ هذه ساعة رقمية. جيد. قلنا في الساعة الرقمية الجانب الأيسر دائما يشير إلى الساعات، والجانب الأيمن يشير إلى الدقائق. إذن الساعة هنا تشير إلى 6 تماماً. نحدد الساعات بالعقرب الصغير. إذن العقرب الصغير سوف يشير إلى العدد 6. لننتقل إلى العقرب الدقائق. نعلم أن عقرب الدقائق يكون أكبر من عقرب الساعات، يشير إلى العدد 12. ننتقل إلى الساعة 2، أين يتواجد العقرب الصغير؟ نعم، يتواجد في العدد 5. أحسنتم. والعقرب الكبير يتواجد في العدد 12. جيد. إذن الساعة تشير إلى 5 تماما. نكتب 5 في الجانب الأيسر، ونكتب 0 في الجانب الأيمن. ننتقل إلى الساعة 3. نبدأ دائما بالساعات. لتحديد الساعة هنا نبحث عن العقرب الصغير. إلى أين يشير العقرب الصغير هنا؟ نعم، يشير إلى العدد 3. نكتب هنا العدد 3. ننتقل إلى العقرب الكبير، يشير إلى العدد 12. نكتب دائما هنا 0. إذن الساعة 3 تماما. الآن خذوا كتاب الرياضيات صفحة 115 لكي ننجز هذا النشاط لنفهم ونطبق. نكمل بكتابة التوقيت ورسم العقارب، ثم نرتب الأحداث حسب تسلسلها الزمني. لاحظوا معي الساعة الأولى. هذه الساعة تسمى ساعة ذات عقارب، بها عقرب صغير يشير إلى الساعات، وعقرب كبير يشير إلى الدقائق. لاحظوا العقرب الصغير يشير إلى الرابعة. سوف نكتب هنا 4. والعقرب الكبير يشير إلى 12. سوف نكتب هنا 0. إذن الساعة تشير إلى 4 تماما. نذهب إلى الساعة 2، وتسمى هذه الساعة بالساعة الرقمية. لاحظوا معي هنا الساعة تشير إلى 8 تماما. إذن نرسم العقرب الصغير في 8، والعقرب الكبير في 12. ننتقل إلى الساعة 3. العقرب الصغير يشير إلى 7، والعقرب الكبير يشير إلى 12. سوف نكتب هنا 7 تماما.
ننتقل إلى الساعة الرابعة تشير إلى العاشرة. نرسم عقرب صغير يشير إلى العاشرة وعقرب كبير يشير إلى 12. وأخيرا هذه الساعة ذات عقارب تشير إلى 12 تماما. نكتب 12 في الجانب الأيسر ونكتب 0 في الجانب الأيمن. الآن سنرتب هذه الأحداث حسب تسلسلها الزمني. أول صورة لدينا هنا وجبة الفطور تكون في الساعة 7 صباحا، رقمها 1. وفي الساعة 10 يتناول ياغورت وبسكويت، رقمها 2. وفي الساعة 12 يتناول وجبة الغداء، رقمها 3. وفي الساعة 14 يتناول بعض الفواكه، رقمها 4. وأخيرا في الساعة 8 مساء يتناول وجبة العشاء، رقمها 5. ننتقل إلى النشاط الأول، أرسم العقرب الناقص. لاحظوا معي هنا لدينا ساعة، ماذا تسمى هذه الساعة؟ هذه ساعة ذات عقارب، جيد. ولدينا هنا ساعة رقمية، لاحظوا هذه الساعة الرقمية تشير إلى 2 تماما. لدينا هنا في الساعة ذات عقارب عقرب كبير فقط. سوف نرسم العقرب الصغير يشير إلى 2. نذهب إلى الساعة 2، الساعة الرقمية تشير إلى 10 تماما. لدينا عقرب صغير يشير إلى 10. سوف نرسم العقرب الكبير الذي يشير إلى الدقائق في اتجاه العدد 12. وفي الساعة 3 لدينا الساعة الرقمية تشير إلى 3 تماما. عقرب صغير يشير إلى 3. لدينا هنا 0. سوف نرسم عقرب كبير في اتجاه العدد 12. ننتقل إلى النشاط الثاني، أكتب التوقيت تحت كل ساعة. إلى كم تشير هذه الساعة؟ تشير إلى 10 تماما. نكتب 10 نقطتان 0. ثم هذه الساعة تشير إلى 8 تماما، والساعة الثالثة تشير إلى 3 تماما. المطلوب منكم يا صغاري إنجاز النشاطان 3 و4 صفحة 115، والنشاط 5 صفحة 116، وغدا إن شاء الله سنقوم بتصحيحه. أعانكم وحفظكم المولى عز وجل، والسلام عليكم.